التاريخ يعني تفتخر بيه أسرتها وتفتخر بيه كل الفنانين المصريين اللي احنا عندنا قيمة كبيرة زي سوري بابلي يعني قدرت إنها توصل مصر التمثيلية أو الإذاعية باعتبارها واحدة من يعني المحفوظين في الإذاعة أي الذين لا يقفون أمام ميكروفون الإذاعة على المستوى الإنساني اللي سمعوا فيه كانت أم للدنيا وأخت للدنيا ومحبة للدنيا عندها طرح دهشة شديدة يعني عمرك ما تشوفها لما بتتحسر وحتى في لحظات المرض يعني فربنا يرحمها. يمكن كابتن المصريين هي اخر نقابه او اخر تكريم كانت تصرف عليه من مصر النهار وكان في دعم ليها، هل شايف ان سوري بابلي كانت التكريم اللي تستحقه؟ سوري بابلي تكريم الجمهور اكبر من كبير، حب الجمهور. تعالى اوري لك عدد الرسائل اللي جات لي من النقابات العربيه ما بيقولوش كلمات نساء وخلاص، لا يتحدثون عن هرم كبير من الاهرامات، وانا هبعت لكم الرسائل اللي جت من نقابه الفنانين سواء في الكويت او في لبنان او في سوريا. حدث جمل وهي تكريمها الاكبر عشق الجماهير لها وحب الجماهير لها، وانا شرفت ان انا اكون في النقابه وهي قاعده للراس علشان ان احنا نكرمها، وكان يعني فنانين جميل ويوم عظيم.